أبو جود، خليني أبدأ. أنا أقول مثلا لو في أحد سألته قلت وش أفضل ظروف الهلال الموسم هذا ولا الموسم الماضي؟ بالتأكيد بيقول الموسم الماضي أفضل ظروف، ولكن لو تشوف أرقامه في الموسم هذا بتلاقيها أفضل من الموسم الماضي. أنت لما تتكلم على حتى مستوى النقاط اللي أخذها من الموسم الماضي والموسم هذا حتى في الدوري، بتلاقيه الموسم الماضي ماخذ تقريبا يمكن 60، الدور الأول أتكلم 60% من النقاط، ماخذ 26 نقطة، الموسم هذا ماخذ تقريبا كم؟ 32 نقطة، يعني زيادة 11% من كسب النقاط. فلذلك في بعض الكلام اللي احنا نتحدث فيه او يتكلمون فيه ولو تبعد عنه ارقام تلاقيها اشياء انطباعيه، ولكن انت لما تروح للجانب الايجابي تلاقي خلينا نقول الايقافات اجبرت على الاستقرار الفني. تتكلم على جانب الهلال تلاقيهم جايبين 20 هدف، المحليين 6. نسمع نغمه افضل محليين، افضل محليين، طب ما جابوا لي 6 بس. يعني ممكن انا قاعد انقلك زاويه ثانيه، تكلم على افضل محليين هم جابوا 6 فقط بس، تكلم على جانب نحتاج تغييره هم اللي شايلين الفريق وجايبين 20 هدف، تكلم على مدرب مو كويس افضل ال 15 جوله هذه او 15 جوله الموسم هذا افضل الموسم الماضي ب 11 تقريبا في المية زياده. فلذلك هذا اللي احنا نتكلم عنه لما نقول استقرار فني، نتكلم على ذهنية انتصار للاعبين، نتكلم على حتى فوائد في المباراة في البطولة هذه. لما أتكلم عن البطولة هذه وأقول والله نزلت الجوير، ناصر الدوسري كم لعب مباراة دولية في المباريات هذه، سعود عبد الحميد والمستوى اللي جالس يقدمه، ومع الأجانب اللي موجودين والظروف اللي موجودة، أنت تتكلم على فريق أنا دائما أقولها وأكررها مستقر فنياً. يعني أنا سمعت معلومة أن مثلا تلقي ركيزة الهلال الآن اللي قاعد يمشي عليها، وهذه الثقافة اللي أبغى تتمنى لنا. من أغلبهم من الفريق اللي انهزم أمام سيدني، والاستقرار الفني فيهم خلاهم وصل لحد كذا، بعكس بعض الفرق اللي لما تخسر تجيها حالة شيل حط، شيل المدرب، شيل اللاعبين، شيل، تلاقي الموسم هذا غير الموسم الماضي من اللاعبين الا اذا اجبرتها الظروف. فلذلك في بعض المرات الظروف تقول جزا الله شدائد كل خير، لان احنا لو احنا نسمع او تسمع الاراء اللي يسار ويمين حتى عند دياز تقول والله المفروض ينشال من بدري، ولكن لما تجي في الارقام اللي قاعد يسويها جميله جدا مقارنه احنا نقول في الموسم الماضي. انا مثلا بالنسبه لي اقول انه الهلاليين في المباراه هذه بالتاكيد المباراه القادمه خسارتهم كبيره بكاريلو وبكنو 100%، سالم مو في نفس المستوى، ولكن لما تتكلم على مثلا ايجال ممكن يطلع من عنده شيء، تتكلم على المعيوف، تتكلم على هيون، تتكلم على سعود عبد الحميد، تتكلم على التجانس اللي موجود مع اللاعبين هذول، اللاعبين هذول ترى على فكره حافظين بعض، كم سنه هم يلعبون مع بعض. قضيه التجانس وقضيه مباريات الخروج المغلوب هذه هي زي الدوري انك تقول والله هل هم بيستمرون معي ولا ما يستمرون، هي مباريات تاخذ اللي فيها حتى لو تفوز بهدف واحد وينتهي الموضوع. بالتاكيد المباراه صعبه جدا امام فلامينغو، تتكلم على فلامينغو البرازيل، ولكن وش اللي بيحصل جوا المباراه ما ادري.